عظيم عظيم لقد أقبل إلى حتفه بظلفه. طب بتجري على البلكونة كده ليه؟ بلكونة الأمان يا أبلة. ما بتتحداني يا واد انت وهو؟ ونتحدى اجدادك واسلافك واسلاف اسلافك ايضا. والله صلحنا قوي يا استاذ حيكه. كم محاكم احكام انت نائم لهذا؟ اصحى استيقظ فوق ويكب. مش كده يا استاذ حكم. اتفضل يا معلم عباس اتفضل. ما هذا؟ اتدعوه ليتفضل؟ هذا الحيوان المفترس، هذا الثور الهائج، هذا المتوحش شارب الدماء. اوه مش كده يا استاذ حكم. لا مؤاخذه يا معلم عباس، ممكن نتفاهم بالعقل. انتوا خليتوا فيها عقل. بتشاور مين؟ البوليس مش فاضي، مشغول في قضيه تانيه. وي ما هذا النهار الأسود؟ أنت اللي سويته على نفسك، جاي تتحداني؟ أنا أستغفر الله. اتشاهد على روحك. أرجوك يا معلم أتوسل إليك. دلوقتي بتتوسل إلي يا حصان؟ دلوقتي بتفرجوني؟ أي نعم والله. أنا حيوان الفريق؟ لا لا لا. أنا فور؟ لا 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 حاجة لله. أنا وحش من أدبية؟ أنا هذا هزار لا أكثر ولا أقل. معلم نعم معروف. مش كده يا معلم. أنت كمان بتدافع عني. صديقي يا أخي صديقي يا عالم. تعال هنا روح افتحي، ما انت سامع هيموت ويودي. روح افتحي. وانت هتعملي ايه بس؟ ده لو شافك هيذبحك انت كمان. موتني ريحني من عيشتي دي وريحتي كده كده. هسيبك ازاي؟ يا هو انت جوتم جوتم يا اخي يا ابن الفيزو يا بوليس النجدة. ولا جوتم كتمت والله بعقد الهاء. اتكلم بالعربي بقول لك. وهل اتكلم باللويندي؟ النجدة الغاوس ادركونا. اتوسل اليك. صباح الاول ما زال مكسورا. في مؤلف اقبل عساك. روحي يا عزيزه سيبيني. هتخرجي كده قدام الرجاله الناس تقول ايه وهو يقول ايه؟ انا عارفه كانت جريت ايه المهببه دي؟ يعني ما كانش سمع كلام معزل، ما كانش ده كله حصل. ده الراجل لسه خارج امبارح من السجن، هيرجعوا تاني. تقول ايه المره دي يا عباس؟ اقول لا اله الا الله. عندما تقع فقط تذكر اسم الله. يا بيه اسكت انت وهو. عظيم. ايه الموضوع يا استاذ احمد؟ شروع في قتل مع سبق الاصرار والترصد. تكلم ايها الزميل الذي اهدرت دماؤه. حضرتك ساكن في البيت معاه مش كده؟ ايوه يا فندم، انا والمعلم عباس ساكنين في بيت واحد، والموضوع في منتهى البساطه. ما ستقول؟ ضربك بالسكينه؟ لا ابدا يا فندم، السكينه كانت معاه، حبيت اتفرج عليها، يظهر اني شدتها بقوه شويه فعورتني في دراعي. انما المعلم عباس جاري، مفيش بينا ومن بعض الا كل خير، علاقتنا ببعض على احسن ما يكون. طيب ثلاثة بالله العظيم ولا ابنك. واحد ينضرب سكينة ودمه ينزل يشلب وقدام شهور ويقول لا أنا اللي عورت نفسي. الحقيقة أنا ما شفتش حد كده أبدا. أنا أول ما عيني وقعت عليه في الحارة قلت ده جدع حتة سكرة، وزعلت منك قوي يا معلم اللي ما رضيتش تجيله عزيزة. يعني اديها الواد افندي هالفوت ده طمعان في القرشين بتوعها. ومين قال لك كده بس؟ هو لو كان زي انت ما بتقول كان عمل اللي عمله معاك. كان انتهز فرصة وشعل فيها نار. مظبوط. طيب لما هوش طمعان في فلوس عايز يتجوزها ليه؟ عشان لقاها بنت طيبه ومؤدبه وبنت حلال. طب وعرف منين؟ ما هو ساكن قصادك والباب في الباب يا معلم عباس. قلت ايه؟ ثلاثه بالله العظيم ما انت قايل لا. يا شيخ انطقها لاجل النبي. طب ونطقها وطلع زي ما قلت ويعمل لي فهلاوي ويقول لي الايراد والفلوس والقرشين يبقى العمال. يا شيخ ثلاثه بالله العظيم ساعتها ما ينفد من ايدي. اتفقنا.